أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الأخيرة، أصحابكم فيها أنا نضال حمدي، وفي حلقة الليلة نتابع: السودان تشكيل مجلس عسكري جديد ورئيسه يعد بإصلاحات سياسية جذرية. في الجزائر القضاة يتمردون على المسار الانتقالي ويرفضون الإشراف على الانتخابات. وفي ليبيا حرب طاحنة جنوب طرابلس وقودها المدنيون. تابعونا. نبدأ الساعة الأخيرة بتغطية التطورات المتسارعة في السودان. أعلن في العاصمة السودانية الخرطوم عن التشكيلة الجديدة للمجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، ويضم قادة الوحدات في الجيش، كما تم تعيين الفريق أحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع نائبا لرئيس المجلس. وقد أدى الأعضاء الجدد اليمين أمام رئيس المجلس الذي التزم في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمرحلة انتقالية تمتد عامين دون أن تتجاوزهما وتفضي إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. فهل تلبي التشكيلة الجديدة مطامح الجماهير؟ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019. الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019. الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا. الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا. الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا. الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عضوا. الفريق الركن شمس الدين كباشي ابراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس. الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا. الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا. اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضوا. تتسارع الأحداث في السودان وتتبدل الوجوه. ساعات قليلة تلاحقت فيها الأحداث وحبس السودانيون أنفاسهم بينما تطورت الأحداث بلا توقف. التأكيد الصارم على وقف إطلاق النار في كل أرجاء السودان تجد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول إلى إقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة. الرئيس الجديد للمجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، وفي أول ظهور إعلامي له، يتراجع عن قرارات سابقة لسلفه المستقيل عوض بن عوف تحت ضغط الشارع السوداني واستجابة لهتاف المعتصمين قريبا من قيادته. يعلن رجل السودان القوي الجديد إلغاء حظر التجول وفتح السجون والإفراج عن كافة المعتقلين خلال الاحتجاجات. إزالة كل القيود والحواجز التي تعيق العمل الحر مع إشاعة روح المساواة والتسامح بين مكونات المجتمع السوداني. ملامح المرحلة المقبلة بقيت ضبابية في مخططات الفريق البرهان تماما كما كانت لدى سلفه. حديث عام عن مرحلة انتقالية لمدة سنتين ودعوا لحوار مع القوى السياسية
التي ترفض حتى الآن مصافحة يد العسكري الممدودة من خلف البندقية. فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى. يبدو أن التطورات الدرامية سمة تلازم الانتفاضة السودانية. فبعد استقالة عوض بن عوف رئيس جهاز الأمن والاستخبارات عمر قوش يستقيل أيضا من منصبه. أسئلة كثيرة تثار عما يتم داخل صندوق المجلس العسكري، لعل الأيام القادمة تحمل بعض الإجابات. ينضم إلينا في الاستوديو خالد العيسر الصحفي والكاتب السوداني. يرحب بك سيد العيسر. ما الذي يعني تغيير أو تشكيلة المجلس العسكري؟ تغيير تشكيلة المجلس العسكري ربما جاء استجابة لمطالب الشارع الضاغط بوقوع هذه الأيام، وأنا أعتقد أن ذلك في ذلك خطوة إيجابية ثانية. كانت قد بدأت الخطوة الأولى بإقصاء الرئيس البشير من المسرح السياسي، وأنا أعتقد أن هذه خطوة ثانية في طريق تحقيق مطالب الثوار في الشارع السوداني. نعم، يعني الأسماء التي دخلت ومن بينها ربما حتى قائد قوات الدعم السريع ربما الذي كان الأقرب إلى الجماهير وتعيينه نائبا للرئيس، هل هذا يعني استجابة فعلية؟ وهل يعني أيضا أن القرار موزع أكثر على قيادة الجيش وليس محتكرا لدى السلطة القديمة؟ بكل تأكيد يعني دخول شخصيات كما هو حال حميدتي ينم عن أن المؤسسة العسكرية ربما أرادت أن تتدارك بعض حالة الاستقطاب الحادة في الشارع السوداني. نعلم أن التكهنات منذ سنوات طويلة منذ أن تأسست قوات الدعم السريع كان البعض يتكهن بأن هذه القوات ربما تلعب دور في المستقبل، وربما تكون هناك مطامع للقائمين على أمرها وعلى رأسهم حميدتي لتبوء مراكز قيادة في السلطة العليا للدولة. وهذا ينم عن هذا التصرف اليوم ينم عن أن القيادة العسكرية في الجيش ربما أرادت أن تطفي نيران الفتنة المتوقعة بين لأي احتمالات في الاقتتال ما بين القوى العسكرية في السودان. ولكن دعني أقول أنه ربما هذا المجلس العسكري يشمل بعض الأسماء المهمة التي عرف عنها أنها ليست موالية للتيار الإسلامي، وهناك عدد من الضباط الذين كانوا مصدر خشية وريبة ومتابعة لسلطة البشير وجهاز الأمن طوال السنوات الماضية، وهذه علامة إيجابية أخرى لا يعني أستطيع أن أقول أنها ربما تخدم الثورة السودانية. نعم، انضم إلينا من آيوا في الولايات المتحدة عبر سكايب صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين. أرحب بك سيد شعيب. كيف تقرأ التشكيلة الجديدة وأيضا خطاب البرهان؟ ما الذي تغير بين البارحة واليوم؟ أعتقد أننا في تجمع المهنيين السودانيين لدينا أفكار فيما يتعلق بما جرى في الأيام الماضية، ونعتقد أن الوصول إلى الغايات الأساسية التي طالب بها المتظاهرون بحاجة إلى التنفيذ، ولذلك نحن في مشاورات وتصورات جديدة ربما تظهر للرأي العام. ولكن بشكل عام مؤكد أن هذه الثورة لديها العديد من المتطلبات الأساسية والتي تتمثل في إنهاء نظام البشير، وهذا يقتضي أن تكون هنالك إمكانية لقوى إعلان الحرية والتغيير أن تمسك بزمام الأمر باعتبار أنها الممثل الوحيد للشارع السوداني. ذلك أننا إعلان الحرية والتغيير يضم قوى الإجماع الوطني ونداء السودان والحركة الاتحادية ومن خلفهم عدد من النقابات. الأسس التي نرتكز عليها في الوضع الحالي تتعلق بإمكانية أن تكون هنالك حكومة انتقالية. هذه الحكومة الانتقالية تستند على إرث ثورة أكتوبر وثورة أبريل حينما تم التخلص من نظام عبود ونظام النميري. استطاعت الحركة النقابية جبهة الهيئات وكذلك التجمع الديمقراطي أن يرثوا السلطة الانتقالية. يعني 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 الغاية الآن هو الوصول الفضية. وصول تجمع المهنيين أو من يمثل على الأقل قوى إعلان الحرية والتغيير إلى السلطة، هذا هو المطلوب وليس الجلوس إلى العسكر والتفاوض معهم. نحن كما تعلم جلسنا اليوم مع المجلس الجديد وهنالك حوارات تمت وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة. ما الذي رشح عن هذا الاجتماع اليوم؟
نعم، تم الحوار حول الوضع الحالي الآن، وهنالك ترحيب بما تم من خلال حديث للفريق برهان، ولكن كما تعلم أن الأمر لا يخص تجمع المهنيين وحده، وإنما يخص إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي هي في انتظار أن يتم تشكيل. يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد صلاح شعيب عبر سكايب، نعود إليه بمجرد أن نعم ما زلت معنا سيد شعيب. طيب ابقى معي لو سمحت، أعود إلى ضيفي في الاستوديو سيد خالد العيسر الكاتب الصحفي السوداني. سيد العيسر، سنتان بالنهاية كفترة انتقالية حد أقصى ربما قال البرهان، اليوم هذا ما تغير، ولكن الإصرار على فترة السنتين هو ربما ما يثير مخاوف البعض. ربما المخاوف مبررة. الفترة التي مكست فيها الإنغاز في السلطة امتدت لثلاثة عقود، هو ما بين الإرادة الجماهيرية والرغبات الشارع السوداني المتمثلة في هذا الحراك الشبابي، ربما تكون سقوفة مربوطة بتفكيك نظام الإنغاز. والتجربة التاريخية لحكومة الإنغاز ربما كانت سيئة لدرجة لا يمكن وصفها بكل تأكيد، وهذا يجعل الكثير من المخاوف ويبرر الكثير من المخاوف في واقع الأمر. الذي أريد أن أشير إليه في هذه المرحلة المفصلية من التاريخ، ربما بالإطاحة تاريخ الإطاحة بالرئيس البشير في تقدير الشخص يعتبر فصل من فصول التغيير المهمة. أنا أعتقد أن السودان بالخصوصية التي يعلمها الكل، وهي خصوصية ربما تعبر عن حالة من السيولة والتفكك والتفسخ الذي رسخت له الإنغاز لكي تحكم قبضتها على السلطة والدولة في السودان، ربما لا يمكن محوها وتفكيكها بين ليلة وضحاها. الآخر أستاذ صلاح شعيب ذكر بأن قوى الحرية والتغيير، إعلان الحرية والتغيير هي القوى الوحيدة، استخدم كلمة الوحيدة التي تمثل الشارع السوداني، وهذا غير صحيح وعبارة لم تكن موفقة، وهذه تنم عن خطورة ربما ظلت أكررها بالأمس. هناك قوة سودانية أساسية في الشارع السوداني، وهي أساس الحراك الجماهيري الذي انطلق أصلا من دارفور ومن الدمازين مرورا بعطبرة ثم وصل إلى الخرطوم في 19 ربما أو 15 ديسمبر. قوة الهامش هذه بعضها لم يوقع على إعلان الحرية والتغيير، فليس من العدل أن نقول بأن القوة التي هي في الشارع. ما المطلوب في المقابل إذن؟ المطلوب أن يتبدل الخطاب. نحن نشهد الآن بكل أسف في هذا المكان في هذا الكرسي، ولا زلت أتبنى خط التغيير، دفعت بكل قواي الممكنة في سبيل التغيير. التغيير يجب أن يتم عبر تفكيك هادي، عبر استخدام وانتقال المفردات، عبر خروج إلى توافق، تقدم خطوات نحو الآخر. نحن في دولة هشاشة فيها أكثر من 36 حركة مسلحة تملك كل أنواع السلاح الممكنة وغير الممكنة، في هناك استقطاب حاد عرقي وجهوي، هناك غاليم شطرت وأخرى تهدد بالانفصال، هناك غبن تاريخي لا يمكن أن نخصي أحد. نحن نريد أن نصحح وأن نقيم دولة عدالة ومساواة جديدة لا تلغي بال تلك المفاهيم التي رسختها نعم. الإنغاز نفسه. إذا كان البديل هو يتبنى نفس الخطاب الإخصائي نعم. فهذه مأساة كبرى. نحن ندافع عن خط تجمع المهنيين وندافع عن قوة التغيير والإعلان والحرية، ولكن السودان لا نقبل أن تسخ فيه أرواح، ولا نقبل أن تسيل قطرة دم واحد. هنا حديثك سيد العيسر وكأننا انتقلنا من مواجهة النظام إلى مواجهة داخلية يبدو. دعني أنقل الصورة إلى سيد صلاح شعيب عبر سكايب عاد معنا. سيد شعيب، التمثيلية التي ربما لعل فهم الأستاذ خالد العيسر أنكم تحتكرونها ربما كقوى إعلان الحرية والتعبير أو كتجمع المهنيين السودانيين، التمثيلية لابد أن تحتوي أشخاصا آخرين أو تنظيمات أخرى أو تشكيلات حزبية واجتماعية أخرى، ألا يفترض أن ترشح قيادة موحدة تفاوض باسم الثورة السودانية، ولا تبقى يعني كل طرف يقول نحن الممثلون، وبالتالي سيتحول للتفكك الآن ليس إلى قيادة الجيش ولكن إلى الثورة أو ممثليها؟ صحيح، وشكرا للأستاذ خالد العيسر فيما يتعلق برأيه حول التمثيل الحقيقي للشعب السوداني. أنا أحترم هذا الرأي، ولكن الواقع أن الذي دعا إلى هذا الوضع هو
التحالف الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والتي تبنت تنظيم وإعداد التظاهرات، وبالتالي هذه القوى قوى تمثل الحراك التاريخي الذي بدأ منذ 30 يونيو 1989. الحراك حراك إعلان الحرية والتغيير يضم أحزاب تاريخية ويضم الإجماع الوطني، يضم الحزب الشيوعي وكذلك يضم حزب المؤتمر السوداني، وكذلك الحراك يضم قوى نداء السودان بما فيها الحركات المسلحة وحزب الأمة، وكذلك إعلان الحرية يتضمن وجودا للتجمع الاتحاد الديمقراطي. وأنا قلت في حديثي أن هذه القوى بإضافة لقوى، استخدمت هذا التعبير، بالإضافة لقوى الشعب السوداني يجب أن تكون هي الضامن الأساسي للفترة الانتقالية. وبالتالي إذا كان الأستاذ خالد يرى أن هنالك قوى أخرى فليكن، الآن المجال ليس هو إلا لتوحد كل السودانيين، نحن لسنا في حديث حول محاصصة، وإنما الهدف الأساسي كيف يجتمع السودانيون لتجاوز هذه المرحلة العصيبة. هذه المرحلة العصيبة تتطلب مننا التنازلات وتتطلب منا الإمكانية لبناء السودان بمختلف أطيافنا الفكرية والسياسية نعم سيد شعيب، ربما وصلنا إلى هذا النقطة من الحوار لأن اجتماعا من نوع ما كان يفترض أن يكون موجودا أو تنسيقا من نوع ما. الكثير من المراقبين بدأوا يحذرون أنه السلطة العسكرية تتصرف بشكل مدروس، وإن كانت تبدو مرتجلة بالأخير هي تتراجع خطوات تدرسها، لكن في المقابل كل خطوة تقوم بها ربما تأتي بتغيرات في تشكيلة المشهد المعارض، بما معنى طرف يقبل طرف يرفض، طرف يقول نحن الممثلون، طرف يقول لستم الممثل الوحيد. ألا يفترض هنا وجود تنسيق بين الجميع حتى يكون هناك صوت سوداني واحد في مواجهة السلطة العسكرية؟ أنا قلت هذا في إجابتي، باعتبار أن قوى إعلان الحرية والتغيير تمثل كل الأطياف السياسية السودانية والفكرية بما فيها الحركات المسلحة، وهذا معلوم، وأن تجمع المهنيين هو جزء أساسي. هذا التجمع يضم أيضا النقابات التي هي تمثل القاعدة الأساسية للقوى النقابية. إذا كانت هنالك قوى أخرى تريد أن تعمل في الشأن السوداني وأن تتحاور مع المجلس العسكري لإظهار قدرتها على أن تخلق شكلا من التحول، فهذا متاح في المشهد السياسي، ولكن هذه الدعوة جاءت من المجلس العسكري لقوى إعلان الحرية تحديدا. فما الذي يمنع إذا كان هنالك مجال لقوى سياسية تفترض أنها تمثل الشعب السوداني؟ يمكن أن تقدم جهدا في هذا المجال، ويمكن أن تتصل بالمجلس العسكري لتتحاور معه حول القضايا التي يمكن أن تساهم الآن في حل المعضلة الأساسية. يبقى معي لو سمحت صلاح شعيب. نعم واضح الفكرة. أعود إلى السيد خالد العيسر الكاتب والصحفي السوداني. سيد العيسر، طيب إذا افترضنا أنه اجتمع الجميع، يعني الترحيب موجود، بالأخير الشعب السوداني لم يصل إلى هذه المرحلة من الفرقة في مواجهة المجلس العسكري، ما الذي تغير؟ أعود إلى هذا السؤال لأنه تقريبا الخطاب هو نفسه، عاد يعني تحول فترة السنتين إلى حد أقصى، لكن المجلس العسكري يواصل تقريبا بنفس الوجوه رغم إقحام وجوه جديدة، ولكن هو المجلس العسكري بالأخير. دعني أقول بداية أننا لا نغرأ الكف ولا نعلم الغيب، ولكن ظلنا نردد منذ 4 أشهر أنه على القوى المعارضة السودانية أن تجتمع وتتفق على برنامج سياسي وقوى وطنية من حكومة التكنوقراط تعلن في حينها قبل أن يضغط نظام البشير حتى نتدارك هذه الأخطاء. وهذا ما لم يحدث. ولم يحدث، ونحن نتحدث الآن عن أخطاء نتوقع أنها ستكون معضلات أساسية في انسداد الأفق الذي هو أمامنا وليس خلفنا الآن. نحن لا نغرق الكف أيضا، ولكن المستقبل حافل بكثير من السجال. الحكومة السودانية لا تزال متغلغلة في عصبة الدولة. هذا المجلس العسكري هو نتاج لمخاض عسير داخل المنظومة المجتمعية السودانية أفضى إلى سيطرة الحزب الحاكم. أنا شخصيا لا أشكك على الإطلاق بأن هذا المجلس فيه من هم لديهم أجندات تتواءم مع خطة وبرنامج حزب المؤتمر الوطني والرئيس البشير الذي لم يعلم أين مكانه حتى الآن، ولا حتى الغادة السياسيين. نحن نتحدث بحس وطني رفيع، نقول الخطأ خطأ، نضع أصابعنا موضع الخطأ أيا كان المخطئ، لا نخشى
المؤتمر الوطني ولا الجيش السوداني ولا المعارضة ولا المتجمع العلماني. نحن الذي يهمنا الدم السوداني. ما هي الأخطاء التي وقعت؟ الأخطاء التي وقعت أن الحكومة السودانية حكومة غاتلة دموية قتلت الشعب لثلاثين عام ولا تزال تمارس أسباب الفرقة والشتات بتعيين لمجلس انتقالي ربما فيه رموز وإيغونات من أوجه النظام القديم. في المعارضة متشظية، هناك حركة عبد الواحد محمد نور لم تنضم لهذا الاتفاق، هناك عبد العزيز الحلو لم ينضم لهذا الاتفاق، هذه أكبر قوة عسكرية معارضة، هذا هو الهامش. القضية المحورية أن هذه الثورة ليست ثورة كما هو يرى في التاريخ ثورة إغليم أو العاصمة، هذه ثورة جاءت من الأغاليم وفيها مظالم وتراكم لظلم كبير وقع على الهامش، يجب أن نستصحب ذلك في كل سجالاتنا. نحن لسنا هنا بصدد التسابق لنا إلى الكراسي، نحن نتحدث من واقع درء الفتنة لمستقبل. عندما كنا نتحدث باسم تجمع المهنيين لم نعلم من هو تجمع المهنيين، ونعلم من هو تجمع المهنيين في واقع الأمر، ولكننا ظلنا ندافع عنه وندفع دفعا في طريق السير مع تجمع المهنيين كتفا بكتف للإطاحة بالنظام. يجب على تجمع المهنيين وهو إعلان الحرية والتغيير وكل الجيش السوداني أن يفهموا أنه أي قطرة دم في السودان نحن مسؤولون منها أمام الله أمام أنفسنا وأمام المجتمع. طالما دافعنا عن الحراك الشعبي وفق أطر وأسس وطنية، نحن نقول هذه الكلمة لله أولا وللحم الوطني وللحقن الدماء في السودان. هي وجهة نظر يحترم الكثير من الأشخاص. المجلس العسكري يجب أن يستصحب فيما يستصحب رأي المعارضة السودانية ويصل إلى توافق. نحن لا نطالب أن يسلم السلطة اليوم، ولكن الاستمرار في التعنت وتصلب المواقف سيضع المعارضة في مواجهة حميدتي الذي التأم معها وطاح بنظام البشير نفسه. نحن لا نريد لذلك أن يحدث ولا نريد مواجهة بين الجيش والشعب السوداني. شكرا جزيلا لك خالد العيسر الصحفي والكاتب السوداني. أشكر أيضا السيد صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، كان معنا عبر سكايب من أيوا في الولايات المتحدة. الآن إلى نافذتنا اليومية من الجزائر مع حسام تكالي. إليك حسام. شكرا لك نضال، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من العاصمة الجزائرية. فرقت قوات الأمن اليوم تجمعا كان مزمعا تنظيمه في ساحة البريد المركزي للاحتجاج على قمع المسيرات ومنعها. دعا إليه نشطاء سياسيون وجمعويون، وحاول النشطاء التجمع عند مدخل مقر البريد المركزي للتنديد باستحواذ قوات الأمن على الساحات التي تنظم فيها المظاهرات خارج يوم الجمعة قبل أن يتم تفريقهم من قبل قوات الأمن التي كانت منتشرة بأعداد كبيرة هذا الصباح. في سابقة هي الأولى من نوعها تحرك القضاة والمحامون في وقفة تاريخية أمام وزارة العدل في العاصمة، وقد تبنى القضاة خطابا يدعم مطالب الحراك الشعبي ويبعث برسائل للسلطة بضرورة إبعاد رموزها الحاليين. وفي بيان لنادي القضاة أعلن فيه مقاطعة تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 4 يوليو/تموز القادم. ليس من السهل أن تكون قاضيا وتخرج تقول بأنني لا يمكن أن أؤطر انتخابات 4 جويلية. لماذا؟ لأن في كل فترات الماضية النظام السياسي قام باستعمال القضاء للتغطية على التزوير وإعطاء نظرة للعالم الخارجي بأن القضاة هم الذين يشرفون على الانتخابات. القضاة من خلال بيانهم اليوم، من خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم، يريدون الاستقلال ولا يريدون أن يشاركوا في التزوير الذي النظام السياسي كان دائما يستعملهم. وتأتي ردود الفعل هذه متماشية مع إدانة حركة مجتمع السلم في بيان وقعه عبد الرزاق مقري رئيس الحركة لمحاولات جر الحراك الشعبي إلى ما سماه دائرة العنف وإخراجه عن مساره السلمي. الوقفة استمرارا للحراك الشعبي، نحن جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي بل من الثورة الشعبية المستمرة التي لن تتوقف إلا برحيل هذا النظام ورموزه من أدوات ديكتاتورية كوزارة العدل.
وانتهت مسيرة الجمعة الثامنة بأعمال شغب بين عناصر وصفت بالمندسة وقوات الشرطة التي واجهتهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. مطالب الحراك الشعبي لا تزال قائمة في تحد صريح لسلطة النظام الحالي، وفي رسائل موجهة أيضا للمؤسسة العسكرية للاستجابة لهذه المطالب. بعد الجمعة الثامنة للحراك الشعبي وفي رسالة واضحة من القضاة وأيضا المحامين بضرورة تطبيق مطالب الشعب والمتمثلة في رحيل الباءات الثلاثة، صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. وللمزيد من تسليط الضوء يسعدني أن أستضيف معي هنا في الاستوديو الدكتور محمد سي بشير الكاتب والأكاديمي، مرحبا بك معنا في هذه النافذة. هنالك تغير في سلوك الشرطة الجزائرية باتجاه التضييق ربما على المتظاهرين في الساحات، ما مرض ذلك؟ هل هذا يعكس توجه جديد للحكومة نحو إنهاء قضية التظاهر؟ مساء الخير حسام. أظن بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما في إقرار هل هناك تغير في تعامل الشرطة مع التظاهرات. لماذا؟ لأننا رأينا منذ الأسبوع الماضي عندما خرجت شائعة بأن هناك تعليمات من وزارة الداخلية للاستحواذ على الساحات ومنع التظاهر خارج يوم الجمعة، إضافة إلى ما جرى أمس من بعض المناوشات خاصة على مستوى بعض الأحياء في العاصمة. لكن هذا الأسبوع سيكون حاسما، وبخاصة مع ما حدث مساء اليوم من منع النشطاء في ساحة البريد المركزي. إذن سننتظر هذه الأيام القادمة، خاصة يوم الثلاثاء اليوم الذي اعتاد الطلبة الخروج فيه، لنرى هل هذه التعليمات صحيحة وهل هناك تغير في سلوك الشرطة مع التظاهرات خارج يوم الجمعة، إضافة إلى الجمعة القادمة التي سنرى فيها هل سيستمر منع سكان خارج من هم خارج العاصمة من القدوم إلى العاصمة، هذا أولا، وثانيا هل ستكون هناك بعض التضييقات كما حدث أمس في بعض الساحات قبل أن تنسحب الشرطة، ثم ليكون هناك ما تحدث به بيان المديرية العامة للأمن الوطني. وكيف يقرأ هذا البيان؟ الشرطة تحدثت عن توقيف مجموعة إرهابية، عن مندسين، عن أسلحة، كيف تقرأ هذا البيان؟ البيان يمكن أن يقرأ من ناحيتين. من ناحية الأحداث يمكن أن يفهم بأن هناك مندسين كما حدث في الجمعات الأولى والثانية والثالثة، تم القبض على البعض منهم، كانت هناك مناوشات. لكن في الجزء الثاني من البيان عندما يتحدث حول الجماعة الإرهابية إلى آخره، أظن بأن هذا يدخل في إطار حرب نفسية على الحراك، وطبعا هذا يدخل في إطار تفاوضات ضمنية بين الإرادتين، إرادة منح الرخصة الكاملة للحراك بأن يستمر والتضييق عليه حتى لا يرفع سقف مطالبه كما حدث في الأسابيع الماضية. لماذا؟ لأننا اعتدنا الآن على مرجعية أنه بعد كل جمعة هناك في الأسبوع قرارات مهمة. هل أن هذا التضييق ومنع النشطاء من التحرك دليل أو مؤشر على أن هذا الأسبوع لن يكون هناك أي قرار في صالح في استجابة لمطالب المتظاهرين؟ القضاة اليوم خرجوا وكانت وقفة وصفت بأنها غير مسبوقة، وقفة أمام وزارة العدل. ما دلالة هذه الوقفة خاصة بعد تنصيب رئيس مؤقت للبلاد؟ دلالة هذه الوقفة على أن هناك أدوات يجب التركيز عليها استراتيجيا للوصول إلى يوم 4 جويلية أو لإطالة أمد المرحلة الانتقالية التي ستنتهي حتما بانتخابات رئاسية. لماذا؟ لأن من بين الأدوات التي يستخدمها النظام لمنع التغيير من الوصول إلى مداه ومبتغاه هو الأداة القضائية والأداة اللجنة العليا لتنظيم الانتخابات التي أساسها ولبها هو النص القانوني والإطار الذي ينظم الانتخابات وهم القضاة. إذن دلالة هذا المؤشر على أن هناك أدوات يجب التركيز عليها استراتيجيا، منها وزارة الداخلية، وزارة العدل، أو الوزارة كما شكلت في الأيام الأخيرة من السيد بدوي، إعادة تركيبة الوزارة، ثم الأداة القضائية، تسمية لجنة عليا لتنظيم الانتخابات. ربما تكون هذه الأدوات استراتيجية في يد الحراك، والقضاة يكونون قد استبقوا هذه الأدوات وهذه الخطوات في انتظار ما سيؤول إليه الحراك في الأيام القادمة. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر قرار نادي القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات على هذا الاستحقاق؟ إلى أي مدى؟ حتما سيؤثر. لماذا؟ لأنه عدم الاتفاق القضاة
أو إقرارهم بعدم الإشراف على الانتخابات سيؤدي إلى أن هذه الانتخابات إما أنها ستجري منقوصة وهذا طبعا سيكون مرفوض شعبيا وربما حتى السلطة لا تريده، أو أن هذه الانتخابات يجب أن تجري لكن بأدوات بدأ الحراك في فرض بعضها استراتيجيا وحركيا سواء بمسيرة يوم الجمعة أو بما سيؤول إليه من تنظيم الحراك في الأيام القادمة. شكرا لك الدكتور محمد سيد بشير الكاتب والأكاديمي، وبالعودة لزملائنا في لندن. شكرا لك حسام تكالي. في ليبيا شنت طائرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر غارات جوية على مواقع عدة في مدينة طرابلس، في حين قصف سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني قاعدة الوطية غربي ليبيا التي تسيطر عليها قوات حفتر. وفي سياق متصل أكدت مصادر للتلفزيون العربي أن قوات حكومة الوفاق استعادت السيطرة على معسكر اللواء الرابع جنوب غربي العاصمة. إنسانيا تتسع معاناة المدنيين جنوب طرابلس بسبب امتداد المعارك إلى المناطق السكنية وسط تحذيرات من موجة نزوح كبيرة. لن تؤم هذه المدرسة بعد اليوم أساتذة ولا تلاميذا. ركاما حولها صاروخ طائرة تابعة لحفتر، طائراته المنطلقة من قاعدة الوطية تواترت صواريخها في اليومين الأخيرين. في المقابل بدا هجوم حفتر البري أقل بأسا وقدرة على إحداث تقدم على الأرض بعد صدمة الهجوم الأولى. امتص صدمة الأولى وهذا الحي بصراحة التوار اللي صد الهجوم. الآن احنا جينا نرتب الصفوف والتوار دائما انهم عندهم العزم عندهم الصبر وعندهم التبات، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تم تجميع القوة وترتيب، والآن اصبحنا في مرحلة الهجوم حتى لو كان في بعض المحاور فيها يعني نقص، ولكن الآن تم التعويض والتوار اصبحوا الآن يتجمعوا من كل مكان ياتوا. امتصت إذن صدمة الهجوم الأولى، وفي ثامن أيام الهجوم على طرابلس ما عدت جبهات المواجهة كلها جبهات قتال. الميادين صارت جبهات الجماهير، خرجوا في طرابلس ومصراتة وزليدن يقولون أن عروقنا تنضح دما وصمودا وأن دماء أبنائنا هي لدينا غالية. أعتقد أن خلال 24 ساعة الماضية هناك ثلاث أحداث رئيسية، هي الدعم الشعبي الذي ظهر في ميدان الشهداء للعمل ضد خليفة حفتر ومحاولات عسكرة الدولة. الأمر الثاني هو القصف المتكرر الذي يقوم به خليفة حفتر على مناطق أهل بالمدنيين، مطار طرابلس، مسجد أو مدرسة القدس التي بها العديد من النازحين وأماكن أخرى. الأمر الثالث هو الاجتماع المشين اليوم الذي فرضه خليفة حفتر على مجلس النواب وحضره 35 نائبا فقط. منذ انتخابه لم يحدث أن عقد البرلمان أي جلسة في بنغازي، يحدث ذلك اليوم بحضور ربع أعضائه فقط، اجتماع غير مسبوق. يرى متابعون أنه جاء كرد فعل على وضعية غير مسبوقة يعيشها مشروع حفتر، وضعية الفاعل العسكري الفاقد لأي مقبولية سياسية. كان حفتر فاعلا سياسيا بمزة عسكرية، صار اليوم فاعلا عسكريا فقط، مرقا في نظر خصومه، مجرما في نظر من قال أنه جاء لهم محررا، عدوا في نظر من مد له إذا الحوار. خليك العيد العربي، طرابلس ليبيا. ينضم إلينا من طرابلس دكتور سامي الأطرش الأستاذ في القانون الدولي والناشط السياسي. دكتور الأطرش، مظاهرات في طرابلس في مصراتة وفي زليتن، هل تعتقد أن المجتمع الدولي سيصغي لمظاهرات الجماهير أو سيتدخل بطريقة ما لمنع خليفة حفتر من مواصلة عدوانه؟ نعم، مساء الخير وتحية لحضرتك والمشاهديك. الحقيقة أن ما حدث خلال 48 ساعة المنصرمة أعطى يعني رسائل قوية جدا إلى طبيعة الحقيقة الصراع القائم بين الطرفين أو المعسكرين، معسكر الدولة المدنية الديمقراطية ومعسكر العودة إلى العسكر كطريقة أسهل ربما لضبط الإيقاع في إحدى دول الربيع العربي.
الرسالة كانت واضحة الحقيقة، انطلقت من العاصمة إلى مجموعة أيضا من المدن المهمة في الغرب الليبي، أعطت مؤشر إلى أن الشعب الليبي مصر الحقيقة بكافة شرائحه وكافة فئاته المدنية إلى التطلع الحقيقة إلى مفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية وعدم العودة الحقيقة للنظام العسكري، وأن الصراع ليس بين شرق وغرب وإنما هو بين عودة الدولة العسكرية من جديد لحكم هذا الشعب وإلا الدولة المدنية الديمقراطية والتداول على السلطة. فهي الحقيقة رسالة غاية في الأهمية، نعتقد أنها ستؤثر بشكل كبير يعني على الرأي العام العالمي وعلى المنطقة وعلى أيضا الداخل الليبي الذي لم يقرأ يعني الأوضاع في الغرب قراءة جيدة. إذن في العموم هي خطوة إيجابية كبيرة وسيكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة بالتأكيد. نعم. المجتمع الدولي الذي ينتظر منه الليبيون أن يتدخل أو يكون له يد ضاربة ضد خليفة حفتر لا يتحرك بالمرة، يعني لا ضغط سياسي قوي ولا تهديد حتى بطريقة تخيف خليفة حفتر، دعني لا أقول تهديد عسكري لأنه لا نستبق ولا نتوقع ولا نطلب أيضا. صحيح، يعني هو المجتمع الدولي نعتقد وصل حتى إلى حالة من يعني الصدمة لما رآها الحقيقة من جموع غفيرة تنطلق من مجموعة من المدن المهمة في الغرب الليبي، وهذا بالتأكيد يعني يرجع إلى قراءة خاطئة بداية إلى تقييم درجة توغل الفئات الخارجة على القانون في المنطقة الغربية والتي نقر بها. بالتأكيد نحن لدينا سلبيات كثيرة في الغرب الليبي كما هو في الشرق والجنوب، ولكن لم تكن الحقيقة بالدرجة التي يتم توظيفها واستغلالها لتحقيق أهداف أخرى. فالغرب الليبي الحقيقة خرج ليؤكد على أن هذا الوصف لا يمكن له أن يمرر كورقة سياسية من أجل التغيير إلى العودة إلى الدولة العسكرية الدكتاتورية. وبالتالي الآن المجتمع الدولي في موقف محرج، نعتقد كبير، موقف يعني غاية في الإحراج، بس أنا متفائل إنه هذه المؤسسات الغربية يعني بالتأكيد هي تتأثر ولكن بدرجة بطيئة ربما، ولكن سنرى ردود فعل مختلفة كلية على ما رأيناه يعني في الأيام السابقة، ولكن تتبلور هذه الأفكار من خلال هذه التطورات التي تحصل على الأرض، مقاومة من رجال الوطن المؤمنين ب 17 فبراير وثوارها، وكذلك أيضا من الجانب الآخر المجتمع المدني الذي تلاحم بكافة شرائحه وتياراته الفكرية والمدنية والتي فرضت أمر الحقيقة بالتأكيد يعني ذا أهمية كبيرة جدا، يعني لأن هذه المظاهرات لم تكن أعداد بسيطة، كانت بأعداد كبيرة وكانت في مناطق ذات أهمية، مصراتة وطرابلس وزليتن والزاوية. هذه الحقيقة عصب الغرب يعني بدرجة كبيرة، وأعطت مؤشر أن الشعب الليبي ما زال مصر على ثورته وعلى ثوابتها ومبادئها يعني، وهذا شيء رائع يعني. ما دلالة حضور 35 نائبا فقط في جلسة بنغازي؟ ربع عدد النواب فقط هم الذين حضروا. بالتأكيد يعني أنا سمعت تقرير سابق والمتحدث كان السيد البكوش، أنا أتفق معه تماما أن ما حدث بالأمس الحقيقة وقبله بالتأكيد ولكن انتهى بتتويجه بمظاهرات الأمس أعطى رسالة للمنطقة الشرقية سواء للقيادات العسكرية التي تتولى زمام هذه العملية أو إلى المغرر بهم بأن الوضع ليس بالشكل الذي صور لهم، وهذا دفع بالتأكيد إلى ضرورة إجراء نوع من الكوزماتيك أو التغيير الشكلي، وهذا أخذ شكل ضرورة حضور وانعقاد لمجلس النواب فورا في بنغازي حتى يستطيعوا أن يعطوا بهذا العدد القليل نوع من المشروعية وفرصة إلى تبرير العملية العسكرية، وهذا ما سمعته اليوم أثناء تداول أعضاء مجلس النواب أو ما يسمى مجلس النواب إلى الأزمة في ليبيا. العدد لم يكن كاملا، العدد كان قليلا، يعني ربع النواب فقط هم الذين حضروا، ما دلالة غياب البقية؟ بالتأكيد لعدم تمرير وعدم قبول وعدم الاقتناع بهذا المشروع أساسا يعني، وبالتأكيد هم أغلبهم رافضون لهذه الحرب الغير شرعية أو غير مشروعة
أو الغير عادلة إذا صح التعبير، يعني unjust war بالمعنى القانوني لها، ولكن كان لزاما أن يظهر هذا الحراك في مدينة بنغازي وأن يظهر بأي عدد كان حتى لو كان 5 أعضاء حتى يعطوا نوع من المشروعية لما يقوم به ويبرروا الهجمة. ولذلك لفت السيد رئيس مجلس النواب اليوم في أكثر من مرة إلى أن الموضوع يجب التركيز من المتحدثين على قضية طبيعة هذه العملية العسكرية وما أهدافها، لأنه بالتأكيد كان يلزم الرد على ما حدث من ردود فعل لم تكن متوقعة أو محسوبة في القائمين أو من القائمين على هذه العملية العسكرية، كونها كانت معدة لأن تكون عملية خاطفة، الجميع ينتظر ليقابلهم بالزغاريت والورود، ولم يحدث هذا من شعب طرابلس، كان رافضا الحقيقة، وتوج هذا الرفض ليس فقط على الجبهات وإنما أيضا من خلال المظاهرات الصاخبة التي رأيناها ومناداتهم لأهل الشرق بضرورة إعادة النظر في موقفهم وتعديل موقفهم ليعودوا من جديد إلى حضن الوطن وإلى الوحدة الوطنية وإلى وقف عملية العسكر واستيلاءهم على السلطة أو مشروع استيلاءهم على السلطة. دكتور سامي الأطرش، أستاذ القانون الدولي والناشط السياسي، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. افتتح الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد الجلسة غير الاعتيادية للبرلمان التي حضرها ما يقرب من 140 نائبا برلمانيا، واختار الأعضاء بالإجماع البرلماني سلطان البركاني رئيسا للبرلمان خلفا ليحيى الراعي. وعلى وقع انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون، نظم الحوثيون انتخابات تكميلية في 26 دائرة انتخابية تابعة لبرلمانهم في صنعاء. أول اجتماع للبرلمان اليمني بجناحه الموالي لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي. الاجتماع التأم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن. الجانب الحكومي يقول إن ما يزيد عن 140 عضوا حضروا جلسة سيئون غير الاعتيادية التي افتتحها الرئيس عبد رب منصور هادي بحضور عدد من السفراء الخليجيين والعرب. الجلسة اختارت بالإجماع سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، فصيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيسا للبرلمان خلفا لرئيسه يحيى الراعي المنتمي للحزب ذاته والذي لا يزال يترأس البرلمان بقوامه وجناحه الموالي للحوثيين بصنعاء. اجتماع سيئون يهدف إلى تطبيع الحياة وفقا لرئيس البرلمان الجديد رغم عدم نجاح انعقاده في عدن. إجراء برلماني من نوع آخر، انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في 25 دائرة انتخابية تتوزع بين صنعاء ومحافظات أخرى. انتخابات دعا إليها الحوثيون وبدأت فيها عملية التصويت بمستوى إقبال متوسط لاختيار ممثلين عن هذه الدوائر ليضافوا إلى قوام برلمان صنعاء. عدد الدوائر الإجمالي في المحافظة الشاغرة على مستوى الجمهورية وهي 34 دائرة، 25 دائرة التي تجرى فيها الانتخابات وتسع دوائر التي تم استبعادها يعني لاحقا، وعدد المرشحين 81 مرشح، وعدد المحافظات 10 محافظات. هذا الإجراء الانتخابي تعتبره الحكومة غير دستوري بينما يبدو شرعيا من وجهة نظر الحوثيين ولجنة الانتخابات في صنعاء. الناخبين في هذه الدوائر الشاغرة مطالباتهم ولاختيار من يمثلهم في مجلس النواب هي شرعية كاملة لإجراء هذه الانتخابات. وبين مشهدي سيئون وصنعاء يتعمق انقسام الواقع اليمني ويستمر الصراع وتبعاته على الأصعدة كافة في صدارتها الوضع الإنساني. خليل القاهري، العربي، صنعاء. أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد شتية اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله. من جهته قال رئيس الوزراء محمد شتية إن حكومته الجديدة ستعمل على تحقيق الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات التشريعية. حكومة جديدة تبصر النور،
تحديات بانتظارها في ظل انعطاف حل بمسار القضية الفلسطينية، وينذر بتدهور أكبر مع فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. يقول رئيس الوزراء محمد شتيه إن مهام عدة أوكلت للحكومة الجديدة، على رأسها استعادة الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات التشريعية وإنهاء الانقسام. أما الأخير وقد طال ليجتاز 10 أعوام، فيتساءل مراقبون كيف سيتم وقد شكلت الحكومة دون إشراك حركة حماس. لا أعتقد أن الحكومة القادمة ستتمكن من إنهاء الانقسام في ظل ازدياد تعمق الانقسام وأيضا الذهاب إلى الانفصال، خاصة أن الحكومة السابقة فشلت في ذلك على الرغم أنها حكومة وفاق وطني. تضم الحكومة الجديدة 6 فصائل على رأسها حركة فتح، وتواصل الجبهتان الشعبية والديمقراطية رفض المشاركة فيها لتشكيلها دون توافق فصائلي. أما حماس فترفض الاعتراف بها باعتبارها تفردا فتحاويا في القرار الفلسطيني وتعميقا للانقسام. تظهر آراء شريحة من الفلسطينيين عدم تعويلها على كون الحكومة الفلسطينية الجديدة مختلفة عن سابقاتها. من وجهة نظري لا، مش راح تجيب شيء جديد، خاصة أن الشباب مغيب، فيش إشي بيشتغل اليوم. إحنا عايشين بواقع ما بعد الاستعمار تحت الاستعمار. هذه الحكومة لن يكون بمقدورها إنجاز عمل حقيقي لصالح الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة جدا ومعقدة جدا. في الإطار تعقد السلطة الفلسطينية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمناقشة مباشرة الحكومة الجديدة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني والمتمثلة بوقف التنسيق الأمني والانفكاك الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي. تحديات بانتظار أن تجتازها الحكومة الجديدة بعد حل حكومة الوفاق التي دامت 5 سنوات، ويبقى التساؤل كيف ستتخطى الحكومة الأزمات التي وضعتها وستضعها حكومة الاحتلال أمام اقتصادها وسياساتها. هذا ما ستبديه المرحلة القادمة. يارا العملي، العربي، رام الله. ننهي الساعة الأخيرة كالعادة بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي، وهو اليوم عن 16 عاما قضتها الفلسطينية شذا همشري في انتظار خطيبها الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نترككم مع الفيديو. علاقتي بهادي بدأت منذ 16 عاما، تعرفت عليه لأنه صديق إخواني. وعدته بالانتظار مهما كان حكم السجان، وبعد 6 سنوات تم عقد قراننا وتسجيل هويتي الشخصية بأنني زوجته ليسمح لي بزيارته، واتفقنا في أول زيارة على بناء مستقبلنا بشراء أرض وبناء منزلنا المستقبلي. والحمد لله كنت على قدر وعدي له ببناء المنزل بمساندة والدي ووالدتي وإخواني، ومع صعوبات قلة الرواتب بنيت البيت عن طريق القروض والشيكات الشخصية من راتبي وما يتبقى من راتبه، لأنه هادي المعيل الأساسي لوالديه ويأخذ من راتبه مصاريف خاصة له في السجن. الحمد لله تحديت تعليقات أهل المدينة عندما انتقدوني على هذه الخطوة، والانتظار انتظار طويل طويل جدا. هادي رجل في زمن الصعوبات، تحدى السجن والسجان وعاش الأمل بالحياة بارتباطه لي وحبه وإخلاصه لي وعطائه.